مثلا علق على حاجة ولا حاجة ولا لسه؟ لا ما فيش اي حاجة يا حنان. ده هو تمام جدا كويس. خلاص زي الفل، مش نتوكل على الله. النهارده بس انا قبل ما اقفل الكاميرا، النهارده احنا هنتكلم عن حاجتين، عن اكتر تو فانكشنز او اللي هي دالتين في موضوع الاكسل، الفي لوك اب والاف فانكشن. الاف دي شامله حاجات كتيره قوي. الاف دي اللي هي دي يا جماعه دي في اي لغه برمجه مش اكسل بس، يعني انت مثلا اكيد هتقابلك مشكله في اف دي، يعني مثلا في اي لغه برمجه تقول له ايه، طب انا عايز اعمل كذا، طب لو ما عملتش كذا اعمل كذا. عارفين مثلا يا جماعه في اي لغه برمجه لما تيجي تكتب رقم تليفونك فبيجيب لك اول ما بتيجي في الفيلد دي او اللي هي الحقول اللي انت بتدخل فيها رقم التليفون، ما بيجيبلكش اسامي، هو بيدخل لك رقم يعني ارقام، بيظهر لك في الكيبورد ارقام لان هو عاملها كده. طب تخيل لو هو عاملها مثلا ارقام واسامي وانت بتيجي تدخل اسامي يقول لك لا الرقم ده غلط. ده الاف، الاف دي اللي هو ايه، اعمل كذا، طب لو ما عملتش اعمل كذا، طب لو نفعت ماشي، طب لو ما نفعتش نعمل ايه، يبقى حل تاني. فاهمين؟ اوكي تمام. احنا مع حضرتك تمام. فالاف فانكشن دي يا جماعه اي لغه برمجه، وعلى فكره انتوا لو فهمتوها، انا كنت بدرس بايثون من حوالي شهر 10 اللي فات، كنت بدرس لغه بايثون. لو حد سمع عن بايثون دي كانت لغه تحليل بيانات ولغه اوتوماتيك يعني اوتوميشن وكده. كنت انا بدرس بايثون، بايثون دي كان فيها اف دي برضو اللي هي اسمها فور لوب واف واف وكده، اللي هي اعمل كذا، طب لو نفعت، يعني مثلا هي شرط، الشرط ده اعمله، طب لو نفع ماشي، طب لو ما نفعش اعمل حاجه تانية وهكذا يعني. ثواني بقى نبتدي بقى اهو، نقفل ده كده ونعمل شير سكرين ونقول الو. اهو ماشي. بصوا يا جماعه نخليها في الفيو لوك اب الاول. بصوا ده مصنع من مصانع ال يعني الاف ام سي جي اللي هي زي هايبر وزي كارفور وزي اولاد رجب، عندهم البرودكت اهو. ثواني بس نخليه بالعربي كده، يعني نخليه في النص كده، قصدي نقفل نمسح ده كده. هو عنده البرودكت نيم بالعربي، فهو عايز الترجمه بتاعته هنا بالانجلش. تمام. بصوا يا جماعه الفي لوك اب دي، ثواني افتح بس الكاميرا معلش، انا هضطر ان انا افتح وازولكم شويه، انا اسف. في الفي لوك اب دي انا على طول بقول عليها ابره في كوم قش، اللي انت بتدور على ابره في كوم قش فعلا. تخيل انت لو بصيت على الشير سكرين دي هتلاقيهم دولت 294 حاجه. على فكره انا منقي لك حاجات صغيره فعلا، دولت حوالي 3 4 5000 5000 منتج. فدلوقتي كان في واحد صاحبي كان عامل المنتجات ومترجمها وكل حاجه، فبيقول لي يا محمد انا عندي شيت ماستر، يعني شيت كده لوحده، يعني شيت انا عامله اللي هو مثلا ايه زيت عباد الشمس، كاتبه بالانجلش مثلا اويل سان فلاور ما اعرفش ايه كذا، يعني جوستو لازانيا ما اعرفش ايه كده. فبيقول لي يا محمد انا عايز اربط الشيتين ببعض. فقلت له انت عندك البرودكت نيم بالعربي اللي هو ده، ركزوا يا جماعه اللي هو ده. قال لي انا عندي ده. قلت له طب وانت عندك الترجمه جنبه؟ قال لي انا عندي. قلت له خلاص انا هعرف اطلعها. فتخيلوا يا جماعه، تخيلوا دولت 294 منتج. بصوا انا هقفل بقى الكاميرا كده عشان انتوا اهم حاجه انتوا فهمتوا وجهه نظري، يعني فهمتوا الكونسبت اللي انا بتكلم عليه. تمام تمام كده صح؟ تمام. بصوا بقى الحته اللي جايه دي هتعجبكم قوي. بصوا ده اللي هو اللي الشركه طالباه منه، ان هو يقعد يترجم كل ده جنب بعضه، وهو عنده الماستر داتا اهي. يعني مثلا مكرونه سباكيتي قدامها الضحى، مكرونه سباكيتي الضحى 1 كيلو، الضحى سباكيتي باستا 1 كيلو. تمام. الطبيعي بتاعنا اللي انت عشان تحط المنتج ده جنب ده بتعمل ايه، يعني الناس العاديه هتعمل ايه؟ بص هتروح عامله ايه. بص يا جماعه هتروح تعمل ده كده كنترول اف اللي هو فايند، هتاخد ده كده كوبي وهتحطه هنا وهتدور بيه هنا، صح كده؟ فاين اهو، وتاخده كده ده روت السان فلاور اويل، وتاخده كده كوبي وتحطه هنا، صح كده؟ بس واحدة واحدة مش هنخلص. بالظبط، ده لغة بدائية خالص. احنا مش بنتكلم في 3 4 اشخاص، احنا بنتكلم في 200 200 وشوية. لا انا جبت لكم كمان نسبة قليلة،
الداتا ده فيه داتا ب 5000. المهم بقى ايه اللي هيحصل؟ بصوا بقى بص، اول حاجه قبل اي حاجه في 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 الاكسل انت لازم، معلش انا كل شويه اقعد ازولكم، معلش مع حركات بقى. بصوا بقى يا جماعه، الاكسل في الفيلوج لازم تعرف تقرا المعادله. حلاوه الاكسل يا جماعه صدقوني، انا درست بايثون برضو. البايثون ما فيش حاجه اسمها معادله، انت بتفتح بقى وزي ما تيجي تيجي، انت بتكتب المعادله ويقول لك صح غلط ماليش فيه، هو بعد ما بترن الكود يبتدي يقول لك ده صح او غلط. لكن الاكسل بص بقى كده يا جماعه، هندوس هندوس قبل اي معادله بتدوس يساوي او ايكوال، وهنكتب في لوك اب. ممكن نعم ممكن بس الزوم بتاع يعني نعمل الزوم بتاع البرنامج عشان نشوف الكود نفسه. ممكن حاضر 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 انا ايه كده كويس شويه كده احسن كتير. ماشي، عشان انا لسه هنقل على الشمال هنا يعني، فاهم؟ بصوا يا جماعه في اللقطه اللي جايه دي هندوس ايكوال، اللي هي اي معادله بتبتدي في الاكسل بيساوي في لوك اب. عارفين يا جماعه في يعني ايه في؟ يعني فيرتيكال، فيرتيكال اللي هو بتمشي كده، بتمشي راسي. دي كده راسي ولا افقي؟ دي كده افقي، افقي كده. فيرتيكال يعني افقي، هوريزونتال يعني راسي، فيرتيكال يعني ماشيه كده. تمام تمام، هنختارها ندوس عليها اتنين دبل كليك اهو. المعادله هي بقى يا جماعه، انت اهم حاجه تركز في المعادله دي. المعادله دي اهي شروط المعادله، بيقول لك انت عايز تدور بايه، يعني ايه اللي انت عايز تدور بيه؟ هتقول له انا عايز ادور هنا بدي اللي هو زيت عباد الشمس. تمام تمام. بعد المعادله دي في كوما اهي، في كوما اهي تحت يعني. هنروح لسي كوما، يقول لك انت عايز تدور عليه فين، التيبل اريت ده فين. هتقول له انا عايز ادور عليه هنا، ادي واحد، ركز اهو، هنعلم كده وكده على دي كده وبعد كده كده. تمام، هنقول له في الجدول ده، هنعلم له الجدول ده. تمام كده، بعد كده في اهي المعادله لسه، هي شروط المعادله اهي. هنروح دايسين كوما تانية، يقول لك انت النتيجه اللي انت عايزها دي في انهي عمود. هتقول له في العمود رقم 2، ادي 1 2. بعد كده في كوما تانية اهي، في كوما تانية، بيقول لك انت عايز النتيجه اللي طالعه لك دي نتيجه ابروكسيمتلي، يعني اللي هي نتيجه تقريبيه ولا اكزاكت. لا قول له انا عايز اكزاكت، انا عايزها بالظبط اهي، فوق اكزاكت اهي، دوس عليها مرتين. وبعد كده نقفل الكوس اهي، هنعيدها تاني ما تقلقوش انا معاك. وبعد كده ندوس انتر اهو. بصوا، زيت عباد الشمس من روتس 900 مللي، روتس سان فلاور اويل 900 مللي. طب نسحبها لتحت كده شويه، ثواني كده اهو، اهو تعال نسحب تحت. جوستو لازانيا كلاسيك، جوستو لازانيا كلاسيك 400 جرام. ما احنا بنتكلم في حاجات غريبه قوي، صح؟ انتوا مش ملاحظين ان احنا هي بس محتاجه الترتيب يعني. يعني الاول بنختار الدل، احنا بنتكلم في جوستوز ولازانيا يا جماعه، فين الامثال؟ معلش انا اسف يعني، كنت ممكن انا بعمل الامثال اللي جعان شويه، بس صدقوني والله ده الامثله الواقعيه اللي بتبقى موجوده في الشغل. ناس عندها داتا بس مش عارفه تحط الداتا جنب فاهمين ولا جنب بعض. لا تمام، بص وانا فاهمه، بس ممكن اعتذرك المعادله ثاني بس. يا احنا نعيدها كتير بس ازاي سمحنا عشان نعيد. بص انا بعرف اعملها من الزرار اف اللي فوق، لكن ما بعرفش اكتبها زي ما انت كتبتها. تمام كده. بس بص، عارف انت شغل البلد دي، انا بصراحه بحب اعملها كده. انا بحب اعملها كده. بص هنعملها من اول تاني يا جماعه. بصوا يا جماعه، احنا عندنا مش. كام؟ احنا عندنا 293 من غير العنوان منتج، فاحنا عايزين المنتجات دي موجوده هنا، بس احنا عايزين الترجمه الانجليش بتاعتها كده. الكلام واضح؟ فاحنا عشان نجيبها، هنجيبها ازاي؟ هنجيبها بالفي لوك اب. في لوك اب اللي هي بتمشي كده. بصوا بقى يا جماعه، ركزوا صح في اللقطه اللي انا هقولها دي. في لوك اب بتشتغل ازاي؟ لازم اللي هتبتدي بيه، اللي انت بتدور بيه، لازم يكون اول حاجه في الجدول. يعني مثلا ركز، زيت عباد الشمس ده في الاول اهو، يبقى المفروض في الجدول اللي انت بتدور عليه يبقى هو اول حاجه بتدور بيها. يعني مثلا ما تجيش تمشي لي عكس، ما تجيش تمشي لي من اليمين للشمال. يبقى قبليه، لازم يكون حاجه قبليه، لازم تبقى تمشي كده، ما ترجعش. يعني هو كده هيدور في ايه؟ هيدور في واحد مش في اثنين الاول. بالظبط. بصوا يا جماعه، لا احنا لا لا لا، هو تعالى نعملها بالطريقه اللي انا بقول لك عليها، بالطريقه اللي احنا ايوه، ما هو هيمشي كده في فوق
الصفوف بتاعتها بالزبط. هو هيمشي يدور الصف اللي هو الاولاني مش الثاني بالظبط، يعرف يدور في الثاني قبل الاولاني. وكمان ركزوا، تخيل لو احنا حطينا مثلا الارقام دي مثلا جنبيهم هنا وابتدينا مثلا من هنا، هيقول لك برده غلط. هنشوف دلوقتي، بصوا يا جماعه نبتدي الاول، هندوس ايكوال او يساوي في لوك اب اهي، وندوس عليها دبل كليك او تاب لو تعرفوا التاب اللي هي بتقعدوا تنقلوا بيها دي، تمام. وهندوس على زيت عباد الشمس اهو. انت اقرا شروط المعادله، اقرا شروط المعادله. يقول لك انت عايز تدور بايه، قول له انا عايز ادور بده، بعد كده تروح دايس كوما. انتوا معايا يا بنات صح ولا ايه؟ اه انا معايا مع حضرتك. اه معايا يعني، بس ركز معايا في النقطه. بص انت عايز تدور بايه، هتقول انا دورت بزيت عباد الشمس، بعد كده نروح دايسين كوما اهي، في كوما اهي، اهي انا بشاور بايدي كمان اهي، في كوما اهي دورنا بيها. يقول لك انت عايز تدور عليها فين، هتقول انا عايز ادور عليها هنا. ركزوا بقى في اللي انا بقوله، انا همشي من هنا ادي 1 2 3 تمام. ده في التيبل اري، ده انت عايز تدور عليها فين، قول له في المنطقه دي كده، بعد كده نروح دايسين كوما. الكولوم اندكس ده يقول لك انت عايز النتيجه اللي انت عايزها دي في انهي عمود، قول له في العمود رقم 3 اللي هي النتيجه اللي هو الكلام بالانجلش اللي هو الترجمه بالانجلش. ادي 1 2 3 صح كده؟ صح كده؟ اه انتوا معايا صح؟ اه تمام. بعد كده ننقل تاني، اه رقم 3 قصدي، وبعد كده ننقل. يقول لك انت عايز انهي نتيجه، قول له انا عايز النتيجه رقم زي اللي هي اكزاكت دي تمام اللي هي 0، وبعد كده نقفل الكوس وبعد كده ندوس انتر. قال لي جاب لي ان ايه، ليه؟ لان احنا دورنا من اول هنا، لازم اللي ندور بيه يبقى في اول الجدول. نمسح بقى ده كده ونعيدها من الاول تاني. ساعدوني بقى يا جماعه، هندوس ايكوال وهندوس في لوك اب. تمام. بعد كده هنختار الصف دي ماشي اللي هو ده زيت عباد الشمس، بعد كده ندوس كوما عشان ننقل للشرط اللي بعديه. تمام. بعد كده نختار الاف كله والعمود اف والجي 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 كله ماشي اهو. بعد كده ندوس كوما تمام. بعد كده هنرجع النتيجه اللي هو عايزها هتكون في العمود جي اللي هو رقم 2 بالظبط كده، اللي هو العمود جي هو 1 2 اهو 2 اهو بالظبط. انا كتبت رقم 2. بعد كده ندوس كوما تاني. كوما. بعد كده عايزها الاكزاكتلي اللي هي رقم 2. اه اكزاكت ماتش. اكزاكت دي 0، اكزاكت دي مش رقم 2، اكزاكت دي لو انت عايز تدوس اكزاكت او تدوس 0. اه ادوس عليها مرتين اهي. خلاص انا مش شايف رقم 2. بالظبط. وندوس وندوس ونقفل الكوس اهي. بعد كده نقفل الكوس بعد كده انتر. بالظبط اهي. بصوا يا جماعه في ناس بتشد المعادله كده للاخر، وفي ناس بكل سهوله شايفين علامه الكروس دي اللي ظهرت دي، دوس عليها مرتين اهي. بصوا بقى اهي، ارز كرنفال معرفش، كرنفال رايس 5 كيلو، ستار سباكيتي 5 باستا 1 كيلو اهو، بس مكروني مكروني يعني حاجات زي كده. تمام كده يا جماعه، حلوه دي يا استاذ هيثم؟ تمام. وانا عملتها معاك دلوقتي اهو. حلوه دي يا جماعه؟ تمام. انتوا مش متخيلين صح العين، بس بشيء مش متخيلين، زميلي ده لما جه هو يعني هو مش زميلي في الشغل، هو صاحبي يعني جدا يعني، هو شغال في شركه ثانيه كان هيشتغلها 1 باي 1 تخيلوا على 5000 يا جماعه. قسما بالله قسما بالله فعلا فعلا اللي بيتعمق فيه بيسهل على نفسه كمان شغل، بيسهل الدنيا كلها تبقى اوتوماتيك. تمام تمام كده، في لوك اب تمام. طب ممكن اسال حضرتك على حاجه؟ بما ان انا سالت السؤال ده بس بصراحه ما عرفتش افيده ازاي او ان انا ادله يعمل ايه. تمام. قول هو انا صوتي واضح الاول مع حضرتك ولا لا؟ واضح. تمام. في حد معايا في الشركه عندي المفروض ان هو بيعمل برامج حسابات للخرسانه والحاجات دي كلها بالاكسل. ماشي. تمام. هو المفروض ان هو كل مشروع بيخشه المفروض ان هو بيعمل الحسابات من الاول وجديد، يعني بيخش يعمل شيت اكسل من الاول وجديد. تمام. فهو كان عايز يربط شيت الاكسل ده يعمله مثلا كبرنامج. تمام كده، كبرنامج اي اكس اي بمعنى اصح كده، يدخل فيه الداتا بس هو يطلع
النتيجه مره واحده، مش كل مره محتاج ان هو يعمل المعادلات من اول وجديد في شيت الاكسل، يعني هو عايز يخلي الموضوع سمارت اكتر. فهل في امكانيه حاجه زي كده؟ ما المعادلات موجوده، يعني معادلات الامراض سهله مش صعبه يعني قصدي انا فاهم هي الفكره كلها ان هو ما ينفعش يلغي الشيت، او ان هو مثلا ياخد منها كوبي وبعدين يقعد يعدل عليها كلها من الاول، لا هو عايز يخلي الموضوع كسمارت اكتر، ان هو يكون في ابلكيشن مثلا موجود. اقول لك انا اقول لك على حاجه، الموضوع ده بص، موضوع المعادلات ده الاكسل، في حاجه اسمها في بي اي، في بي اي اللي هي فيجوال بيزك، فيجوال بيزك ده بقى اللي هو يعني التعمق ده، في ناس فعلا بشوات فعلا وكبار جدا بيقدروا يعملوا برامج على الاكسل، برنامج تدوس على باتونز، تدوس على زرار يطلع لك معرفش ايه جوه الاكسل، ده معقد شويه يعني، انا دخلت فيه شويه ولحد الان بتعلمه، انا اي حاجه جوه الاكسل بعرف اعملها، لكن الفيجوال بيزك ده الباك اند، عارفين الفيجوال بيزك ده اللي هو زي ايه، زي المنظر ده كده مثلا، اللي هو مثلا تيجوا تبصوا على مثلا المنظر ده كده تلاقي شايفين الشكل عامل ازاي هنا. الو انتوا معايا صح؟ ده كودينج، بره المعادلات، ده كودينج، ده بقى الكودينج الفعلي اللي انتوا فعلا اللي انتوا مش شايفينه، ده اللي من جوه، ده اللي من بره، اللي هو زي الصفحه الاولى مثلا، فانا محتاج ان انا ادخل مثلا على تابه معينه، فالتابه دي بتدخلني الصفحه الخامسه، فحاجه كده صح كده؟ بالظبط ده فيجوال بيزك، يعني ده بصراحه ده معقد يعني، فده دي لغه برمجه ثانيه غير الاكسل، يعني حاجه غير اللي انت يعني انت متعود انت بالاكسل بتدوس ايكوال 1 زائد 1، لا يعني جوه مش كده خالص. تمام بس كده يعني، انا والله لو كده سهل، لكن هو الموضوع فعلا معقد، هو كده المفروض ان هو يدور يدرس على الفيجوال بيز كده، VBA اسمها VBA. تمام ماشي تمام كده، تمام شكرا يا فندم، تحت امرك. تمام. بصوا يا جماعه ده كده احنا عملنا حته ال فيلوك اب، حد مش فاهم الفيلوك اب نعيدها تاني؟ تمام انتوا معايا؟ تمام. لا تمام تمام تمام. طب ايه رايك نعملها في حته تانية؟ بصوا بقى يا جماعه، نجرب بقى الفيلوكاب عشان بقى يعني نشربها بقى ولا ايه؟ ولا ايه يا بصوا يا جماعه، ولا ايه صح. بصوا يا جماعه، في عندنا احنا كام دوله؟ 186 دوله. تمام، عندنا 186 دوله، ودولت كام دولة؟ دولت 20 دولة بس. احنا بقى عايزين اليونت برايس اللي هو سعر الوحدة اللي هنا اللي جوه الجدول ده يتنقله هنا، مين اللي هيساعدني؟ لا ما مش هيبقى بقى باشمهندس مش هقول ولا ايه اللي بيساعدني، لا بقى احنا عايزين حاجة تاني. هنعمل ايكوال فيلوك اب تحت اليونت برايس، يلا سايسم اهو، يلا بسم الله اهو. هختار الكولوم A، سوري هعمل اختار VLOOKUP VALUE، سوري الاول VLOOKUP VALUE اهي، ماشي هنختار مين؟ ايوه هختار كولوم A. كولوم A ده فين؟ سوري قول لي اسم كي سوري كي استراليا، دوس على استراليا اهي، كنت عايز ماشي عايز دوس استراليا، بعد كده ندوس مش استراليا، بعد كده كوما اهي، بعد كده هعلم على التو كولومز اللي بتاعت الكونتري يونت برايس، بالظبط الكونتري اهي اليونت برايس. تمام بعد كده كوما اهم حاجه تمشوا مع المعادله اهي، دي المعادله. تمام بعد كده تمام بعد كده اختار تو بالظبط تو، بعد كده اختار اكزيت ماتش، ماشي اكزاكت بس، ونقفل الكوست بس انتر ونقول الو ونقفل الكوست بعد كده انتر، بس كده خلاص خلص. يعني مثلا ايه بربروس بربادوس ممكن اي واحده غيرها ماشي، هات بلجيم دي اثنين تحت اي تحت بالظبط، ندور عليها هنا وندور عليها ونقول الو بلجيم دي قدامها 1974، هل دي قدامها 1974 بلجيم؟ ايه ده؟ هل بلجيم هنا قدامها اهي 1974 مظبوط، استراليا تندور على استراليا كده اخر مره،
اهو استراليا قدامها كام؟ 745. نطلع كده في 745 700. الله طب ايه ده 745؟ ايوه ازاي سمك الجمال ده كده؟ احنا وضعنا في صح كده يا جماعه. تمام. نخش بقى على الدلع. الدلع كله بقى واحد بقى يفوق لي بقى كده بالصلاه على النبي عشان الموضوع ده حلو قوي. تمام كده يا جماعه ماشي. تمام. بص اف دي هي عباره عن ثلاث شروط. الشرط ولو الشرط اتحقق ولو الشرط ما اتحققش. فيها مشكله؟ لا لا تمام. احنا نحط شرط. طب لو الشرط اتحقق هنعمل ايه ولو الشرط ما اتحققش هنعمل ايه؟ خلاص كده. زي مثلا روح لحد الباب، لو لقيت الباب مفتوح اخرج، لو ما لقيتوش افتحه واخرج. صح كده؟ معلش يا جماعه انا بس محتاج ان حد يطمني بس. مش انا هقفل بقى الكاميرا عشان زهقت من ان انا اطلع الكاميرا دلوقتي. لا معاك والله. هي عبارة عن ثلاث حاجات. الشرط نفسه ولو اتحقق ولو ما اتحققش. بالظبط. تمام. الشرط نفسه لو اتحقق. بما ان المثل اللي قدامنا فيه ايه فرق او ايه؟ هي دي المعادلة بتاعتي. بما ان الشرط المثل اللي قدامنا فيه ايه فرق او ايه والكلام ده كله، فاللي هو اذا فلان جاب مثلا من 70 ل 80، من اسف من 80 ل 100% فده كده ناجح. بالظبط. من 80 ل 50% فده كده متواضعين. طب ايه رايكم؟ اقل من 50% فوق كده. ايه رايكم نبدل الفلوس الارقام دي لناجح وساقط وكده؟ وايه رايكم؟ يعني ده مثلا ده ضعيف صح كده؟ ده ضعيف. لا ده ماشي. ده متوسط. ده ايه مثلا؟ ده ايه؟ جيد صح كده؟ جيد. ده جيد. ممكن تمام ماشي. تمام كده ماشي. بصوا بقى يا جماعه، دي فعليا زي نتيجه السنه. معلش انا بظهر لكم تاني، معلش بقى انا اسف. دي زي نتيجه الثانويه العامه كده. الثانويه العامه حرفيا بيعملوا نفس اللي انا بعمله ده كده، اللي هو ايه ما بين اصل. لو بصوا يا جماعه، انتوا بتتكلموا في نتيجه ثانويه عامه، يعني مثلا حوالي ما اعرفش كام طالب، بس مثلا نتكلم مثلا في 50,000 طالب على مستوى الجمهوريه مثلا، فاكيد ما فيش واحد هيمسك واحد يعملها، فاكيد بيعملوا معادله زي دي كده. خلاص كده نتوكل على الله. اولا تعال نخش كده على الاف كده ونشوف ايه اللي هيتم. مثلا نكتب هنا احمد مثلا، نقول له ايه اف؟ اي اف اول واحده خالص اول واحده. نمشي تبع المعادلة، نمشي تبع المعادلة. خلاص؟ في حد بعت حاجة؟ تمام. ماشي هيفصل كمان 5 دقايق، كمان 10 دقايق. حاضر عينيا. ماشي. نمشي تبع المعادلة. اللوجيك تيست ده، اللوجيكال تيست ده اللي هو الشرط نفسه. هنقول له بقى إيه؟ هل أحمد ده، هل الخلية دي، بتساوي أي كلمة يا جماعة، أي كلمة عربي إنجليزي أيا كان، بتتحط ما بين كوتيشن، عارفين الكوتيشن اللي هي شيفت نقطتين دول؟ خلاص ماشي. هل الخليه دي بتساوي احمد؟ اهي ونقفل الكوتيشن. ننقل بقى على الشرط اللي بعديه اهو. طب لو الخليه دي بتساوي احمد يبقى ايه؟ اكتب لي يس. يس دي برده بتتكتب برده ما بين كوتيشن. طب لو لا، اللي هي لو الشرط ما اتحققش، قول لي نو. نقفل الكوس وندوس اوكي. قال لي يس، ده اسمه احمد فعلا. طب لو جينا غيرنا مثلا وكتبنا محمد مثلا، قال لي نو. بالظبط كده. احنا فهمنا اللوجيك تيست عامل ازاي. تمام. هي ممكن ما تبقاش يس او نو، ممكن تبقى 8 الوان كده زي ما تحب بقى انت. بص انت ويا جماعه الاكسل ده مفتوح اوبن سورس، عيش. بص بقى، بصوا يا جماعه الموضوع ده، انتوا عارفين طبعا حته ال اكبر منه واصغر منه الكلام ده صح كده؟ ماشي. اللي انت شفته، الاف اللي انت شفتها دي اف بسيطه، اسمها اف البسيطه، يعني دي مكونه من شرط واحد. تمام كده. طب احنا عايزين نعمل اكتر من شرط في حاجه واحده. يعني مثلا فيليب ده جايب 50% مثلا،
احنا عايزين نقول ايه؟ اللي ما بين ال 50 وال 60 يبقى اسمه ضعيف، اللي ما بين ال 70 وال 80 ما اعرفش يبقى اسمه ايه، اللي ما بين ايه يبقى ايه؟ فاهمين قصدي ايه؟ يبقى دي تاخد اكتر من جزء. بصوا بقى، هندوس ايكوال بسم الله وهندوس اف تمام، وهنقول له ايه؟ هل الخليه دي، ركزوا، لو الخليه دي اصغر من 50% اذن ادي، اذن دي اللي انا بنقل في الشرط اللي بعديها، واخدين كومه. يا بنات يعني معلش انا اسف ان انا بزعجكم يعني. والله معاك، ولو شايفنا هتلاقينا بنهز راسنا كده بس يعني مركزين، والله مركزين. ماشي انا بس عايزكم بس تبقوا معايا، مش قصدي والله حاجه، لان فعلا فعلا الناس بتسقط في الحته دي، معلش انا اسف، انا بسقط فيها لحد الان. ف يعني بصوا انا جاي اقول لكم على الكلمتين انا حافظهم، فيعني ساعدوني فاهمين. ماشي اوكي، قلت لهم ايه؟ لو الخليه دي اصغر من 50% اذا دي ان انت بتنقل على الشرط اللي بعديه تمام. اذا اذا زيرو بقى عضلة بقى، يعني لو هشوف لو ضعيف تمام هتبقى ضعيف. 50% زيرو، هو لو جايب زيرو يبقى هو زيرو. يعني ده الراجل ده مش موجود اساسا على الكوكب. لو اقل من 50% تمام. احنا اقل من 50% هنا زيرو تمام. بعد كده هننقل اهو، احنا كده في الشرط الثاني، بعد كده ننقل في الش في في في, في الكونديشن الثالث اللي هو ده، اللي هو المسود ده كده تمام. احنا قلنا ايه؟ لو ده اقل من 50% اذا زيرو. طب لو ده اكبر من او بيساوي مثلا اكبر، لا ثواني بقى، اصغر من 61% 61% تمام. ركزوا يا جماعه، احنا قايلين من 50% زيرو صح كده؟ تمام. اقل من 50% زيرو، من 50 ل 60 ده ضعيف صح كده؟ يبقى تمام. 61% واكبر من 50% صح كده ولا الموضوع كبر؟ صح مظبوط. ما اقدرش ولا حاجه كده. تمام كده، يعني انتوا تمام، يعني انا ممكن كبر بالنسبه لنا. تمام كده تمام. لو ده اصغر من 50% اذا زيرو. طب ولو اصغر من 61% اذا ضعيف. اذا النقطه دي ضعيف، اهي تبقى ضعيف، تبقى ضعيف. ضعيف ازاي؟ ضعيف اهو تمام اهو. ننقل بقى على الشرط اللي بعديه، بنقول ايه؟ خدوا بالكم يا جماعه، احنا كده فتحنا شرطين، احنا كده فتحنا شرطين. لو اقل من 50% اذا زيرو، اهي احنا عمالين نتنقل اهي الشرط اهو. لو اقل من 50% اذا زيرو. طب لو لا، اهو رحنا فاتحين شرط تاني، قلنا لو ده اصغر من 61% اللي هي دي هتبقى ضعيف تمام. طب لو لا، هنروح فاتحين شرط تالت اف اهي اهو. والله ما هو ده اللي فعلا بيحصل والله. تمام تمام تمام. لو ده اصغر من 71% 71 اهو 71% اذا هيبقى متوسط. انا اسف وهعيدكوا تاني، معلش انا اسف، سامحوني سامحني يا هيثم، انا عارف ان انت بتقول حاجات غريبه في السيرفر كده. ماشي، لو اصغر من 71% اذا متوسط. طب لو لا، نفتح شرط رابع. ما كفايه كده، لحد ما نوصل 100% عشان يجيب لك الجايز جدا وبعد بس انا معلش هو المثال طول مني شويه فانا هصغره. بالظبط. طب بقول لك ايه، بقول لك ايه، بقول لك ايه، لا ثواني ثواني، احنا نعملها على شرطين بس عشان المثال كبير قوي. بصوا يا جماعه، اصغر حاجه خالص، لو الخليه دي اصغر من 50% صح كده؟ سامعني؟ اذا ايوه هتبقى زيرو خلاص كده اهي. طب لو لا، اللي هو الشرط ده، هنفتح شرط واحد بس يا عايز، خلاص كده يا جماعه نفتح شرط واحد. لو تمام، لو الخليه دي اصغر من اللي هو ده بقى، اللي هو 61% 61% اذا هتكون ضعيف اهو، ضعيف. طب لو لا، طب لو لا، اكتب لي مثلا not exist مثلا، او not exist not exist not exist. نقفل دي كده ونقفل الكوز ده والكوز ده ونسحب دي كده ونشوف ايه اللي هيحصل.
بصوا يا جماعه ده 40% ده كده زيرو، ده مش معانا في الجدول هنا. صح كده؟ كده كده الدنيا بتتحسن يا جماعه ولا عشان اقل من 50؟ دي عشان اقل من 50%. صح كده؟ طب ده عشان 50% ما بين 50 و60 ده ضعيف، عشان بيكوال. بيكوال دي فكره ضعيفه. تمام. طب ده عشان 60% فبرضه 50 ل60 ده ضعيف. طب ده عشان 70% طبعا انا ما وصلتش طبعا لل يعني للموضوع يعني ما فتحتش ال الكونديشنز ما لهاش. تمام. فانا قلت نوت اكزيست يعني اللي هو مش موجود وخلاص. بس انا معلش انا اسف انا لازم برضو اوريكم الموضوع كله ولا عايز كنتوا كمان تشوفوها؟ بس ممكن نكمل المعادله. تمام. بصوا بعد اذنكم بس ال البتاع فاضله دقيقه ممكن نقفل ونخش تاني بعد اذنكم. تمام ونخش تاني. ستوب شير اهو. لا اكيد طبعا طالما حضرتك موجود معانا يبقى لا 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 كده خلاص بقى كده كده خلاص هنا ساعتكم قليلا خلاص بقى كده. ها ندخل نعمل قصدي اسمها ايه ده نعمل شير. يلا بينا يلا بينا يلا بينا نعمل بقى كده ونعمل بورشن. تمام. بصوا بقى يا جماعة يعني احنا عشان ما رضيناش ندخل نعملها من الاول يعني بصوا بقى هنعملها مرة تانية وخلاص على كده. خلاص ميت. تعالوا نبتدوها كده يا جماعه. بصوا كده انا هفتح بس الكاميرا كده لحظه. بصوا يعني ركزوا بس معايا بقى ركزوا معايا. في حد كان قاعد في المطار معايا صح؟ لا لا ان شاء الله. سامع صوت كده اللي هو يعني اللي رايح ما اعرفش ايه كول ما اعرفش ايه يعني كول نمبر او ما اعرفش ايه يعني قاعة نمبر 1 حاجة زي سامعها اللي هو زي انتركم كده او حاجة صوت كده مش واضح. هتلاقي فرق برافون ولا حاجة كويس والله والله العظيم قاعد يعني متيب بس كده قاعد مكانه. تمام. بصوا بقى كده يا جماعة خلينا متفقين قبل اي حاجه. هو بيقول لي ايه ان ما بين ال 50 وال 60% ده ضعيف فاحنا بندي له شرط اللي هو اقل من 50% اقل من 50% ده كده كده زيرو. صح كده؟ صح ده كده مش محتاجه اي حاجه صح؟ تمام. واللي اقل من 61 اقل من 61% ده كده ضعيف. ما هو اقل من 50 ل 60% ده كده ضعيف فاكيد مش هقول له اللي اقل من 60% ضعيف عشان في 60 نفسها فانا ازود واحد واقول له اقل من 61% ده كده ضعيف. صح كده ولا غلط؟ انتوا معايا صح كده يا جماعه؟ كل يقول لي بس يعني يعني اكيد يعني الطبيعي بيقول ايه ان هو ال 50 من 50 ل 60 فهو كده ضعيف فانا بقول له ايه الاقل من 50% ده زيرو اديله زيرو واللي اقل من 61% اديله ضعيف يبقى هو كده اتزنق اللي اقل من 50% زيرو يبقى كده ما بين ال 50 ما بين ال 61 كده ده ضعيف. صح كده؟ كده شرطين ده بس اول جزئيه عشان بس نحدد ضعيف بالظبط. الكونسبت ده بقى ماشي لحد ممكن بقى لحد او مكان كانوا حوالي كام كانوا 70 كونديشن انا عملتها قبل كده 70 او 65 كونديشن. تخيلوا يا جماعه كان شيت الاكسل ده كان بيقعد ينزل لتحت كده كانت الكونديشنز دي يعني كان اللي اسمها فورمولا بار دي كانت بتنزل لحد هنا كانت المعادلات كانت بتنزل لحد هنا. تخيلوا يعني. بص بقى فاحنا نروح عاملين ايه بقى؟ بصوا بقى يا جماعه هنروح عاملين كده هنبتديها كده بسم الله نقول كده ايه بيساوي اف هي اول واحده خالص. اللوجيكال تيست بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو الخليه دي اصغر من هو بيسجل
لو الخلايا دي اصغر من 50% اذا دي اللي انت بتنقل على الشرط اللي بعديه اللي انت بتدوس كوما. تمام. اذا اكتب لي زيرو. طب لو لا يبقى اذا اعمل لي اف ثانيه. تمام. اي لو الخليه دي اصغر من اللي هو الشرط اللي احنا جايين له بقى 61% يبقى هي كده اتزنقت ما بين ال 50 وال 60 صح كده؟ تمام. 61% اذا اكتب لي ان هو ضعيف. ضعيف بعد كده كوما. كوما. طب لو لا نخش في الشرط الثالث يا جماعه ولا ايه رايك يا هيثم؟ تمام. نقول اف. نخش اف ثانيه. لو الخليه دي اصغر من 71% اذا متوسط. خالص بقى ونقول الو. نفتح الشرط الرابع معلش. لو الخلية دي اللي هو دي اصغر من 81% لا انا عايزة اللي هي الخلية اللي احنا كنا قلنا عليها اللي هي بي مش ايه معلش. ما انا ما هي بي اهي بي 2 بي 2 اهي بس انا دوست على ايه عشان انا مش عارف ادوس على بي 2 هنا. طيب ليش استاذ ساره بقى ما يعني ما تصغر النص. لا مركزه. ما نقعدش نعمل ده كله يا جماعه خلاص على دي. بص بقى وهنروح على دي. لو الخليه دي اصغر من 81% اذا اكتبها جيد. جيد. طب لو لا هو احنا كده ايه ده؟ لا ما لا مش ولا احنا ماشيين صح كده. ايوه. طب لو لا ها مين هيقول لي بقى الجايه دي تبقى جامده جدا. ها اف بقى تاني ثواني بس اعمل بس نعمل اف عشان اي حاجه من دلوقتي اي خلاص كده. لا 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 لحظه بصوا يا جماعه احنا ابتديناها من اول 50 ركزوا. احنا اقل من 50% زيرو. اقل من 61% يبقى اذا من 50 ل 60 عشان اقل من 61% هتبقى ضعيف. اقل من 71% هتبقى من 61 لواحد ل 70 هتبقى كام؟ متوسط. بعد كده اقل من 81% هتبقى من 71 لحد 80. حد معايا ولا حد مش معايا؟ المفروض ان انا اقول ان هي كده اكبر من 81. لا اكبر من 81 يبقى كده ايه؟ جيد جدا. هعيد معاكم معلش ركز اهو. احنا قلنا اللي اصغر من 50% زيرو. بعد كده اللي اصغر من 61% ضعيف. بعد كده طيب. الاصغر من 71% متوسط. بعد كده الاصغر من 81% ده جيد. غير الشرط ده متساوي. غير كده كله جيد جدا. طب يعني لو هنحط له الشرط اللي هو لو 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 اللي هو الخليه اللي هي البي ديت بي 2 اللي هو الكوما تمام واحد بتساوي بقى عن 81% بتساويها تمام يبقى هو جيد جدا. لا 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 بص احنا قلنا اقل من 81% هتساوي جيد لا تقع هنا. غير كده هنكتب جيد جدا على طول. جيد جدا على طول. مش محتاجين نعمل جيد جدا. مش محتاجين نعمل من غير معادله يعني. ونقفل قدام قوس واحد. ونقفل قوس. لا نقفل قوس اهو ادي واحد اثنين. بص يا جماعه حد يقولوا من القوس بتقفل. بص بص كده على الحته دي. الاخضر بيقفل اخضر بالظبط خدت بالك دي. بصوا يا جماعه الحته بتاعت اف دي كده بصوا هتلاقيها بتقفل اهي ادي واحد. بصوا من الاخر بصوا لحد ما دي تبقى سودة لحد ما الكوز ده يبقى سودة. بصوا اهو 2 3 4 وندوس انتر ونقول الو ونشد كده ونشوف ايه اللي هيتم. بصوا بقى بسم الله. اول حاجه ده ضعيف ده من 50 ل 60 ده كويس. ال 70 من 70 من 61 ل 70 متوسط ده 90. ال 90 ده فوق ال 81 ده جيد جدا. ال 40 ده كده كده زيرو. ال 60 او 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 طب ايه تاني؟ طب ايه رايكم يا جماعه نلعب بقى في حتت بقى بسيطه كده يعني مثلا ايه نجيب مثلا 30 30 اقل من 50 صح؟ كده زيرو. طب ايه رايكم مثلا نخليها 99؟ طب ايه رايكم لو احنا خليناها 102؟ طب 110؟ الكلام ده صح ولا ايه؟ كل سكت
هو فجأة كله سكت ليه؟ هو في صدمة. ما حضرتك حاول تركز. صح احنا بنتكلم صح على فكرة. هو قال لي من 81% طب واحد جاب 110 طب ما خلاص جيد جدا برضو. هو ما قاليش من فوق ال 100 كام؟ اهو مثلا نخليها مثلا 95 96 جيد جدا. طب بقى نقعد بقى نلعب بقى هنا يعني مثلا تحب تعمل فهمتك انا فهمت انت بتعمل ايه خالص 77 جيد. تخيل بقى بص بقى بص على فكره صح يعني بس بالشيء انا كنت في الاول خالص اول قبل ما اعرف ركزوا في اللي انا كنت بعمله ركزوا في اللي انا هعمله دلوقتي كنت بعملها ازاي. بص كنت باجي افلتر في من ضمن الفلتر يا جماعه في حاجه اسمها تعمل بتوين يعني تفلتر اهو شايفين نمبر فلتر دي الو بتاعت greater than وال ايوه شايفين دي هو مش هيثم بس اللي بيرد يا جماعه انتوا شايفين دي شايفين شايفين والله شايفين النمبر دي في حاجه اسمها بتوين هنا فانا بقول ايه مثلا يا جماعه اللي بتوين 50% الى 60% اوكي يروح جايب لي دولت اروح كاتب عليهم ضعيف واروح ساحب لتحت تمام واروح مفلتر تاني وهكذا. فتخيل يا هيثم دي كانت وان شوت. طب افرض في واحد اتعدلت النتيجه بتاعته فما كنتش هعرف خلاص بقى هي مره واحده بقى هي سلام عليكم بقى هي مره واحده فاف دي سهلت كتير جدا يعني انت بتقعد تلعب اهو يعني ده كان جيد جدا اهو الرحاب دي كانت جيد جدا اي انت بمجرد ما تعملها مثلا 60% تبقى ضعيف فدي حلوه جدا. انا طالما سايب المعادله زي ما هي ما عملتش بس سبيشال اي ايديت في الارقام بيتعدل في النتيجه عارفين بقى يا جماعه عارفين امتى تخلي بقى من فوق ال 100% دي ابوف نخليها دي ممتاز نخلي دي بدل دي ما تبقى جيد جدا اهي نكتبها ممتاز لا اف تانية ركزي اللي اكبر من اللي دي اكبر من 100% اذا بين كوتيشن ممتاز نعم بين كوتيشن ممتاز بالظبط هي هتبقى كوتيشن ممتاز بالظبط يعني من الاخر هيثم من الاخر انت بالظبط اي حاجه تقدر انك تعملها فعلا فعلا الموضوع بتاع الاكسل ده جامد جدا. طب اقول لكم ايه رايكم على حاجه حلوه ايه رايكم اللي احنا ندخل اف في في لوك اب ومحدش يرد ليه يا جماعه انا عاوزك تبدا لنا كلنا بنضحك انا عاوزك تبدا لنا في المره ندخل اف في لوك اب يعني اللي هو ايه نعمل ميكس كده بوكس بصوا يا جماعه ماشي لا مش ميكس استنى بس نخلص ده في جدول انا جايبه لكم جدول حلو قوي تحت كده اهو او صغنن اهو بص الجدول ده بيقول ايه الجدول الصغنن ده بيقول ايه ان احمد ده سكسس وما اعرفش سكسس وفيل ومينا وهكذا بصوا بقى احنا هنجيب حاجه من الشرط اللي فات من الحصه من المحاضره اللي فاتت مش في كان في حاجه اسمها كاونت اف اللي انت بتعد بس بشرط صح كده تمام بتعد الارقام وبتعد الاسامي بالظبط كاونت اف دي اللي انت بتعد بس تعد بحاجه معينه يعني انا عايزك تعد لي بس لو لقيت لي الحاجه دي بمعنى تعالوا كده نبص على لو احنا عملنا كاونت اف اهي كاونت اف اهي لا اف قصدي وقلنا له عد لي دولت بس بشرط بس بشرط ده الرينج الكرايتيريا بشرط عد لي اللي فيهم كلمه فيل قال لك هنا في واحد وقال لك هنا في ثلاثة فيل ناس راصبه يعني ان هي هل الكلام كده واضح تعال نكبر كده شويه عشان تبقى اوضح صح كده فهو طيب بالظبط فاحنا ايه رايكم بقى ايه رايكم
ان احنا نعد الاكبر من 2 يبقى ساقط. هندخل كاونت اف في اف. السلام عليكم بعد كده. تمام كده؟ بصوا بقى اللي انا جاي دي. بص هندوس يساوي وهنقول له اف اف وهندخل جواها كاونت اف. كاونت اهي اف اهي. هنقول له الرينج اللي هو المدى ده ونروح قافلين الكوس قصدي ونروح عاملين قصدي احنا لسه جوه كاونت اف يا جماعه. هنروح كوما هنعمل كوما ونعد الفيل تمام ونروح قافلين الكوس. احنا كده دخلنا بقى في ايه في اللوجيكال تيست اللي هو في الاف لسه اللي هو لسه شرط الاف بقى بالظبط. هنقول له ايه لو عد الكاونت اف ده لو الفيل دي اكبر من 2 اكبر من 2 لو لقيت الناس الراسبه اكتر من 2 اعملهم لي 2 فيل. اوكي تمام. طب لو لا اعملهم لي سكسس اللي هم نكسس سكسس. وندوس اوكي وندوس انتر. انت شايف ايه ازاي ندوس انتر ولا لا؟ هندوس انتر. بسم الله اهو سكسس اللي هو مفيش غير فيل واحده. طب تعال نشد المعادله كده ونشوف ايه اللي هيتم. فيل ده عنده اكتر من 2 اهو دي اكبر من 2. طب احنا غلطنا غلطه ممكن ان احنا لو عايزين نقول له اكبر من او يساوي 2 او يساوي 2 تمام كده وندوس انتر ونسحب دي لتحت اهو ظهر لي فيل اهي تاني لان ده عنده 2 واقعين ده 2 ساقطين فهو كده ساقط لكن ده واحد بس فكده ناجح. احنا يا جماعه احنا يعني انا اقول لكم ايه احنا اكننا شغالين في الكنترول بتاع الجامعات صح ولا غلط؟ انا بتكلم جد هم بيعملوا نفس أيوة او نفس اللي انتوا بتعملوه. اه تمام. حد هنا في الجامعه؟ لا احنا خريجين. يعني انتوا عارفين ان اللي بيشيل الماده بيبقى ناجح اللي بيشيل مادتين بيبقى ساقط او لا بيشيل 3 مواد قصدي بيبقى ساقط. فانا قصدي يعني احنا يعني ها الدنيا اتظبطت شويه صح يا جماعه؟ تاكيد ماشي. فايه رايكم اللي احنا دخلنا اف جوه كاونت كاونت اف قصدي جوه اف؟ تمام. على فكره خدوا بالكم انا ممكن كمان اجيب لكم هو انا ممكن اطلب حاجه ثانيه؟ اتفضل. سامعني؟ سامع طبعا. استاذ محمد لسه هقول لك انتر الكهرباء عندها قطعت. انا معاك يعني انت معايا هو احنا ممكن سامعني؟ انا سامعك قولي اتفضلي. ممكن نضيف اللون احمر لو فيل واخضر لو سكسس مع الاف. بصي بقى لا دي مش موجوده في الاف دي موجوده فين؟ ها الكونديشن الكونديشنال فورماتنج صح كده. هنيجي هنا كده ونعلم عليهم كده كلهم ونيجي هنا كونديشنال فورماتنج ونيجي على كلمه ايكوال تو اللي احنا نعمل هايلايت على ايكوال تو هايلايت ايكوال تو ونقول كلمه ايه سكسس اهي سك سس وندوس كده وندوس كلمه كاستم فورمات تمام. انت معايا صح؟ الو ونختارها ونختارها بقى اخضر بعد كده ندوس اخضر وندوس اوكي ندوس اوكي يعني قصدي بعد ما نخلص المعادله خالص دي بنعملها في الاخر بالظبط. لكن عارفه لو جبت كلمه سكسس دي وجربت كلمه فيل مش تظهر حاجه رجعتها سكسس ترجع تاني. طب كده طيب ثواني بس هو الاخضر هو النجاح يعني او النسبه الاعلى مما يمكن بالظبط اصل الالوان ترتبط يعني بالنسب والحاجات دي صح؟ بالظبط ماشي شكرا. الكونديشن فورمات بتاع المحاضره اللي فاتت بالظبط انا عارفه. انا في صوت غريب كده سمعته مين اللي اتكلم معلش انا اسف. لا انا حجاج. ايه حجاج انا ما سمعتكش خالص. هو كويس انا سمعتك. يعني شايف حاجه تسمع حبيبي انا عارف انت اكيد سامعني انا عارف انت اكيد سامعني بس يعني ايه ده صوت كده غريب كده عدى عليا حبيبي حجاج شكرا قوي. بصوا يا جماعه طب ايه رايكم لو احنا عملنا مثلا في لوك اب مثلا هنا مثلا هنا مش في لوك اب اف مثلا هنا نعمل مثلا اف بيساوي اف مثلا اهي
اللوجيكال. انت معايا هيثم ولا هيثم وقع خالص؟ انا معاك ماشي. وصلت يو اس بي بدل هيثم. تمام كويس قوي. بصوا هنعمل هنا لوجيكال تيست كويس قوي. هنقول اف اهي ونقول له اللوجيكال تيست ده اللي هو الشرط ده، هل الخليه دي اكبر من 1000 جنيه؟ 1000 اهي. طب لو قال لي اه قول له اوكي. لا يقول لي نو ونقفل الكوس وندوس انتر. قال لي اوكي. طب لو سحبناها تحت قال لي نو اهي، في نو اهي كتيره. طب ايه رايكم لو احنا عملناها ك ك ك ك كونديشنال فورماتنج، بمعنى اللي احنا كده ونيجي على ايكوال ونخلي كلمه اوكي دي تبقى باللون الاخضر كده وتبقى شكلها شيك كده. لا ده بص بقى نخليها باللون الاخضر هنا، ونيجي عند الفونت نخلي الفونت باللون الابيض باللون الاسود قصدي، ونخليه بولد كمان يبقى خليه تقيل كده، وندوس اوكي. بص شايفين الدلع اهي. نخلي الاوكي ونخلي النو قصدي. هقول لكم بقى النو دي بنعملها ازاي، عشان دي في دي يا جماعه ان شاء الله هتشوفوها باذن الله الحركات اللي انا بعملها دي في ازاي تصمموا ريبورت، ازاي تصمموا تقرير، ده في السيشن الرابعه. خلاص استنوا ماشي اهو. هنروح عاملين دي كده اهي ايكوال تو النو. بصوا بقى النو تعمل ازاي. النو هتيجي عند كاستم فورمات دي كده ونخليها دي احمر، دي اول حاجه، ونخلي الفونت باللون الابيض وبولد برضو. ندوس اوكي كده ونشوف. بص شايفين الدلع. ايه رايكم؟ ايه رايكم ازاي سيدي؟ شغل فنادق. ايه رايكم يا بنات؟ صح عشان انتوا بتحبوا الالوان البرازيلي صح كده، دي بتبقى شكلها شيك متهيألي صح؟ صح كده يا جماعه ولا ايه؟ ولا ايه يا جماعه في ايه؟ ايوه. بصوا بقى يا جماعه الحته اللي جايه دي انا هدخل لكم اف في في لوك اب او في لوك اب في اف بقى على حسب انتوا بتحبوا ايه. ماشي. هو انا حاسس ان في ناس اللي هي بتغطس في الميه اللي هو مين ده؟ ماشي. بصوا يا جماعه انتوا حد يا جماعه سامع اللي انا سامعه؟ حد حاطط مايك ممكن حد المايك قريب من نفسه بس فمش طب طب بصوا يا جماعه بقى، بصوا اللقطه اللي جايه دي هتبقى حلوه قوي، بس ده حاجه مش لوجيك اللي انا بقوله ده مش لوجيك، بس احنا يعني هنحاول نعملها. يعني هنقول ايه؟ اف هل ده اكبر من 1000 جنيه؟ تمام كده يا جماعه؟ تمام. طب لو اذا اعمل لي في لوك اب، اعمل لي في لوك اب اهو. هنمشي بقى طبعا المعادله، اللوك اب فاليو ايه؟ هنقول اللوك اب فاليو ده هتدور عليه فين؟ هتدور عليه هنا وهنا. انهي عمود؟ هتقول له عمود رقم 2. بعد كده هيقول لك انهي نتيجه؟ تقول له النتيجه الاخيره. وبعد كده تروح قافل كوز. تمام كده احنا لسه جوه الاف. تمام. طب لو لا اكتب لي نو خلاص. ركزوا يا جماعه في اللي انا عملته. بصوا اللي انا هعمله هيحصل ايه. شايفين الرقم ده؟ دي اسمها ايه؟ بوهاتن. دي ما بوهاتن يعني. المهم بوهاتن دي اهي، بوهاتن اهي 1804 اهي 1804. اللي انا عملته ايه؟ بقول له ايه؟ هل الخليه دي اكبر من 1000؟ لو لقيت الخليه دي اكبر من 1000 روح هات لي في لوك اب الخليه دي. طب لو قال لي لا، لو ما لقيتهاش اكبر من 1000 اكتب لي نو خلاص. فطبعا هنا في ان ايه؟ لان سانت لويسا دي مش موجوده هنا. سانت لويسا دي لما تيجي تدور عليها هنا مش هتلاقيها. تمام. مش هتلاقيها هنا. فطبعا هنا ان ايه؟ طب فاهم قصدي ايه؟ طب النو دي اللي لقاه اكتر من 1000 جابه، اللي لقاه اقل من 1000 قال. بصوا يا جماعه اللي لقاه اكبر من 1000 وليه في لوك اب وليه داتا هنا جابها. لو اكبر من 1000 طب لو اصغر من 1000 قال لي نو خلاص.
طب مثلا دي اصغر من 1000، دي استراليا. بص استراليا دي 745، لو جينا دورنا في استراليا هنا بص ايه اللي هنلاقيه هنا. ليه كتبت كده؟ يعني هي اقل من 1000 عشان هي اقل من 1000 بالظبط. انا كده خلصت. بسرعة قولي كده. انا كده الموضوع بسرعة. خلص بسرعة. طب اهو الوقت الحبايب بيخلص بسرعة او الوقت الحلو بيخلص بسرعة. انا كده خلصت والله. هل حد مش فاهم حاجة؟ تمام. لا تمام. اخر جزئية عايزة بس تتعاد. معلش. يا ستي تحت امرك. بص يا ستي. ده خالص. انتوا سامعين لنا سامع؟ في حاجه في حد بيغرق. حد بيجيب حاجه. في حد بيجيب حاجه. المهم يعني يا جماعه معلش. المهم هنعمل ايه؟ انت عاطل يا جماعه. احنا هنبتدي اول اف اهي خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. اف اللي احنا عايزين نمشي فيها اللي هي ايه؟ بيساوي اهي بيساوي اف اهي. بسم الله الرحمن الرحيم ما فيهاش اي حاجه. هنقول له هل دي هل الخليه دي اكبر من 1000؟ الشرط اهو. هل الخليه دي اكبر من 1000؟ مين اللي مش فاهم؟ مين اللي كان مش فاهم؟ انا. بص يا زينب احنا خليكي معايا واحده واحده. ماشي. هل الخليه دي اكبر من 1000؟ طب بعد كده نروح دايسين كومه. تمام. لو الخليه دي اكبر من 1000 يعني لو الشرط ده اتحقق، لو اتحقق روح هات لي الداتا دي اللي هي في لوك اب. هنعمل في لوك اب. شفتي الفي لوك اب؟ انت فاكراها ولا مش فاكراها؟ يعني ما انا رجعت شويه ومش متذكر قوي. احنا دي حضرتك خدناها المحاضره اللي فاتت. انت ازاي مش فاكره المره اللي فاتت؟ ايوه تمام. هنعمل في لوك اب. بص هنعمل في لوك اب اهو. تمام. هيقول لك انت عايز تدور بايه؟ هتقول له انا عايز ادور بدي يعني بالبلد دي. بعد كده ندوس كومه. هيقول لي انت عايز تدور عليها فين؟ هتقول له انا عايز ادور عليها هنا في الجدول ده. تمام. تمام. بعد كده هيقول لي انت عايز النتيجه بتاعتك دي في انهي دو... في انهي في انهي عمود؟ قول له في العمود رقم 2. ادي 1 2 العمود 2. بعد كده انت عايز النتيجه دي صح ولا غلط؟ اقول له صح بالظبط يعني اكزاكت اهي. ونروح قافلين القوس كده. احنا خلصنا الفي لوك اب. كده احنا خلصنا شرط من شروط اف. تمام. انت بقى نكمل اف بقى. بعد كده بقى نروح ناقلين على الشرط اللي بعديه. طب لو الشرط ده ما اتحققش اكتب لي نو. ونروح قافلين الكوس وندوس اوكي. ونروح ساحبين المعادله لتحت كده. بصي دي بوهاتن دي ولا بوهاتن دي؟ دي عامله 1804. تمام؟ دي فوق ال 1000 جنيه. وفي نفس الوقت بوهاتن دي اهي اللي هي دي اهي موجود لها داتا هنا. موجوده. بالظبط. كل اللي جاي له ان ايه دلوقتي يا جماعه فوق ال 1000. بصوا كل اللي ان ايه فوق ال 1000 بس ملوش داتا هنا. يعني سنتلوس دي مش موجوده. يعني المعادله بتغلط. مش موجوده صح؟ المعادله اللي هم يعني بص عارف لو انت المعادله بتغلط. بالظبط المعادله مش غلط. لا لو انت خدت سانت لويسا دي ونقلتها كوبي بيست خدتها كوبي وحطيتها هنا هتلاقيها سمعت هنا. اهي بص هتلاقيها سمعت اهي. بس شكرا خالص. ايه رايكم كده يا جماعه؟ حلو الكلام. تمام. كده احنا قلنا لكم الاف والفي لوك اب. على فكره يا جماعه دول اكتر معادلتين بيستخدموا في الاكسل كلها. يعني مفيش حد بيخلى من اف. اف دي اللي هي ايه؟ لو عملتش كذا اعمل كذا، لو في شرط ما لقيتوش اعمله كذا. هي بتبقى شغل كل شروط في بعضه. زي المعادلات بتاعه الجامعه اللي انتوا شفتوها دي، اللي هي لو اقل من 50% زيرو، طب لو فوق ال 50% ما اعرفش ايه وهكذا. طب عندي سؤال. اتفضلي. ساعات بشوف معادلات اف اس دولار دي بتبقى ليه؟ بس اس دولار دي اس دولار اس دولار دي عشان التثبيت. بصوا يا جماعه اف 4. بصوا يا جماعه لا بس خد بالك في ثلاث تثبيتات يا هيثم. عارف الموضوع ده ولا لا؟ لا مش انا بس. لا انا ما اعرفش غير اف 4 بس. حجاج اللي بيتكلم. بص التثبيت ده ثلاث حاجات يا جماعه. في تثبيت خلية كاملة، وفي تثبيت عمود، وفي تثبيت صف. هقول لكم التثبيت ده ايه. بص
وليكن تعالوا نحسبها ازاي. نحسبها ازاي؟ بصوا يا جماعه، نخلي هنا مثلا واحد اثنين وهكذا، ونسحب دي لتحت كده خلاص كده، ونخلي ده نخليها ازاي يا جماعه، مثلا واحد. بص يا مين اللي كان بيكلم؟ ندى. انا ندى. بص يا ندى، بص، شايفه واحد دي، احنا عايزين نجمع الخليه ورقم واحد ده على كل دولت، تمام؟ فهنعمل ايه؟ بندوس ايكوال وبندوس واحد زائد واحد، صح كده؟ تمام، ماشي، صح كده، معاك هتبقى 2، صح كده؟ فالمفروض لما ننزل هتبقى 2 زائد 1 3، 3 زائد 1 4 وهكذا، صح؟ تيجي نجرب؟ تعالي نجرب. ايه اللي حصل؟ 5 5 6 6 7 7، مفيش زياده. ايه اللي حصل؟ لان احنا ما ثبتناش. بصي لما نيجي ندوس على المعادله، بصي بيجمع دي، ما زودناش كل واحده زياده عليها. لا، هي ما ثبتناش المعادله دي. بصي بقى عشان نثبتها نعمل ايه؟ هنيجي ندوس هنا بيساوي ده زائد ده، وندوس اف 4. تمام، هندوس اف 4، هندوس انتر. ما بيجمعش ان واحد. نعم، ثبتناش انه يجمع ان واحد، بس يجمع ويثبتها. بص لما نيجي ننزل لتحت هتلاقي دي 21 29 18 1 19 وهكذا، تمام كده؟ تمام. نعم، تمام. دي تثبيت رقم واحد. يعني بصوا يا جماعه، في تثبيت هنا اللي هو ده زائد ده. بص كده هحجج اللقطه دي، انت بتدوس اف 4. تمام. عارف لو دوست اف 4 تاني، بص هيظهر لك دولار واحده. لو دوست اف 4 تاني تالت هتظهر لك اف 1. دي انا مش عارف لها امثله، مش حاضره في دماغي دلوقتي، بس في تثبيت خليه وتثبيت عمود وتثبيت صف، بس المشهوره والدنيا كلها ماشيه بيها تثبيت الخليه اللي انا لسه عاملها دي، اللي هي تدوس اف 4 1 زائد 1 لحد ما تنزل تحت خالص. تمام كده يا جماعه؟ تمام. هل في اي حد عنده اي استفسار تاني؟ لا، تمام كله. تمام كده يا جماعه؟ تمام. انا تحت امركم في اي شيء. انا شرحت لكم النهارده في لوك اب واف. ان شاء الله المره الجايه هتبقى حاجه كده حلوه قوي، تلخيص بقى داتا كبيره وحاجات كده حلوه جدا، ان شاء الله تفيدكم باذن الله. بس كده يا جماعه، وكان معكم محمد تحسين من قناه السرشاجي. والسلام. وما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه. طب معلش، ينفع المحاضره الجايه ان شاء الله نتكلم بالبيفت تيبل؟ والله كنت ده اللي هقوله. والله ما هو بقول لك تلخيص بقى ايه حبيبي، فيها حجاج، في ايه؟ ما تقدر الناس. معلش ماشي يا جماعه، هو في ايه؟ بص انا ماشيها كده، المحاضره الاولى اللي هي بشرح هوم وبشرح المعادلات البسيطه اللي هي كاونت اف وصم وكده، المحاضره الثانيه بتبقى اف وفي لوك اب، دي بتبقى الاساسيات. المحاضرة الثالثة بتبقى داتا فاليديشن، حاجة اسمها داتا فاليديشن بيفت تيبل، دي رقم 3. المحاضرة الرابعة اللي هي ازاي تعمل ريبورت، وازاي تعمل يعني ايه تشارتس بقى، اللي هي بقى ايه، عارفين رسمة اللي هي البيانية دي والبيانات والباي والفطيرة والكلام ده. ان شاء الله هنعمل كل اللي انتوا عايزينه. حبيبي تسلم. بس هي كده اربع محاضرات، انتوا عايزين ايه تاني؟ ايه ده؟ لا ما حبيبي اللي على فكره صح، الان بس بشيء، بس انا عايز اقول لكم بس على حاجه، بعد فتره الجروب ده هيتنسي والاكسل هيتنسي، اسمعوني كويس، خلي على طول الجروب ده موجود معاكم، اي حد يفتكر اي او عايز يسال في اي حاجه يكتب في الجروب من فوق، يكتب قصدي في سيرش الواتساب اكسل، وهيلاقيه ان انا بكتب معاكم في الاكسل، يبعت لي في اي وقت ايا كان. انا في ناس بتكلمني من سنه والله العظيم، في ناس فعلا بيقابلهم مشاكل في الشغل، فانا تحت امركم. انا فعلا الاكسل ده يا جماعه، انا اقول لكم ازاي المشاكل اللي فيه، بحس ان هي مشاكل شخصيه، عارف زي اللي بيمسك واحد وبيتخانق معاه، انا فعلا كده. يعني لو في مشاكل بتقابلكم صدقوني مش بتقابلكم لوحدكم، ده بتقابلكم معاكم ومعايا. خلاص
هنكد احاول احلهم ولو معاك هاجي مع حضرتك. خلوا على طول الاكسل ده الاكسل ده يبقى في الواتساب كده كده ما تخرجوش من الجروب وخلي الجروب كده عادي وزي ما هو. بعد فتره بقى شهر شهرين ثلاثه على حسب ما تفتكروا لو انتوا نسيتوا اي حاجه خش واكتب في السيرش بتاع الواتساب اكسل هتلاقيني ان شاء الله موجود فيه ورقمي هو هو ابعتوا لي على الواتساب في اي وقت ايا كان انا تحت امركم في اي شيء. ان شاء الله على خير باذن الله. تمام ربنا يبارك. بجد شكرا ليك جدا. شكرا جدا. شكرا لكم يا جماعه تحت امركم في اي وقت تحت امركم. شكرا جدا ليكم وما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه. ضلنا حلقه ماشي. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه.